فهمت والو. لا انا قلت لك الحيمه فهمت غير حيمه الوالد فهمت غير حيمه ترى ندير الوالد ناديا مريضه انا وياها ناديا هاد النهار عيانه مرضنا انا وياها لا غسيبوها سيبوها باش مرضت هي وباها بقيت غير انا اللي صحيحه هاجي ناديا هاجي ناديا فاش تيجي الناس شنو قال لك ناديا هاد النهار تسمو ناري تسمو حرموها بخلش ولا واش تسمو ولا الخلاعي تعسك المشاهدين ديال البحر نحيوا شوفوا الفيديو والله ما نعرفت واش ديك الفريت اللي كليت تما في البحر ولا الخلعه ولا الخلعه دخلني على زين قلتهم في اليوتيوب لا الخلعه ولا مالك الخلعه ولكني ماشي بحالي انا اللي جاني وياه اللي كليتو الفريت الفريت اللي كليتو قلت لهم قلت لهم اختي ابتسام درت شويه في اليوتيوب الغواتات عندي فوبيا ديال سميتو ما عرفتش الفريت ولا سميتو كنت غنموت اليوم والله اختي صافي كانش ورا بانت فيك الخلعه والله كانش هذا انا وبا ايوا مرحبا بكم ومرحبا بكم في ونهار كبير هذا وراه صراحه ما قدناش الفرحه بكم والله وراه داركم هذه ماشي نعرضوا عليكم داركم هذه ودي حبيبي يا اختي كلكم بصراحه خيركم ما ردوش هو بصراحه عافية درتي معايا فاطمه انا اللي عارض عليك هذه الليله واجي قلت لك تعشاو على برا خويا مازال ليا ما طويله صافي تعشاو هنا وتعشاو على برا احنا كيف قالوا نحن في عطله هادشي اللي قلت له البارح اختي ابتسام شنو درت معاه؟ قلت له غنجيو ولكن ما ديروا والو ما تكلفوش على راسكم غنتعشاو على برا سمعت باك ولكن قال لي انا الا بغيتيني نجي عندك ما تكلفيش على راسك وانا والله ما كنكلف على راسي راكو عزيز انا ما كانت وحشو شي حاجه كيما قلت لك البارح كانت وحشو شي حاجه كنديروا سبب هو الضيافه قال حاجه بزياده قالوا حافظ قال لك الضيف غير مش عند مول الدار قالوا تقولوا هل ولا انا هي كنت كنلقاو السبا غير الذبيحه كتلقى السبا جاتك واحد ورا ديك الذبيحه والده مسكينه اليوم طاق وخلع على الوالد وعليا والله الا ما حبستي ليه هو ما حبستي ليه انا عرفتي شنو نقلب على البيرمانونس والمشكل ما بغيتش نقولها لخويا حافظ ما بغيتش نخلعو ومسكين تيقول لا والله كنت تعبي نمرات الابتسام انا والله حتى ما عيطت والله ما عيطتي امي حاده عيطتها لي معاك عيط غير في التليفون يجيني الدواء واخا سادي الفرماسيانات والله العظيم قلت لك امي انت غادي نموت امي هذا تيقول لك صافي اصحتي دابا نقول شنو قال لك انا هذه شنو قال الفريت الله يلا الفريت انا غير الفريت فين كليتو؟ الفريت كليناه تما في البحر تيقليوه شي دراري صافي كليتي زيد عندها شي 3 شهور ما شاء الله دابا الوالده وانس ويونس كانوا لداخل ما كليناش بقينا كناكلو انا وبا تما عرفنا بالله داك الفريت صافي محيت انا دازت ما عندك فكره مي الخلعه جيتي لي سيري وكنقول لامي سيري شوفي با مالو وبا خويا تتموت تتقول لي سيري شوفي با سيري شوفي با امين امين ايوا الانسان صراحه ما كايناش بحال الماكله ديال الدار يا اختي والله العظيم بزاف كاع ديال الدار ما كاينش والله ما كاينه بحال الماكله ديال الدار ايوا عاد بقيت تنعيط نيوز قلت له باك واختك رامتي والله العظيم قبيله نفس حافظ كيعطينا بعض النصائح شنو اخويا حافظ عاود عطيه النصائح للمشاهدين واه انا كنقول لهم مني غادي تخرج بحال سيرتو في الصيف بنادم الماكله ياكل حاجه الشوايه شو حاجه اللي طايبه العافيه يا طاجين يا حوت يا لحم يا يا دجاج يا كل شيء هرب للشوايه بعد عليك الزيت ولا اخر بعد عليك واخا الشوايه كتحرق كل شيء حتى لا كنت في السيمون ما كيبقى حاجه طريه ولا شي حاجه ما غادي غادي بصح احسن حاجه هو الشوايه ودابا المشكل انا الخضره 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 يعني الوليد عارف النصيحه ما عرفتش لا عارف اولدي انا غير تزرف عيط لا الحياه قلت انا مع البحر وداك الشيء زعما يكون داك الشيء ماكشي باش انا اطلب داك البريد واتي راه صعيبه الماكله في الاخر ما كتجيش مع البحر راه كاين الماكله ما كتجيش اخويا يوسف شتي السردين ملي تمشي للبحر السردين والكاشير بعاد عليه راه كان غير يطلب السردين راه غادي يمرضك يطلب السردين لا ديال البواط ديال ديك ديال البواط ولا الكاشير ما تبقاش تاكلو في البحر راه غادي تدخل البحر غادي تمرض غيتخرج فيك شي حبوب ولا غادي يخرج لك فيك شي حاجه هو خايب ما عمرك تاكل السردين ديال البول شي حاجه تخرج شوية يطلب الفريت وكاكل كل انا صافي غير الفريت مين نمشي نتغدى سعاده سعيدين يا خفانا رودينا
ايوا عرفتي رودينا شحال هي كتسنى فيا. يلا دابا شنو انت وعدك المكيون وجا ياك جيت يلا شنو تقول؟ عرفت المسكينه نتاعك واحد تاع خرجتي وقالت لي خالتي ياك عندك كيما يجي تخلي يونس ودابا غادي يجي رودينا غتولي لنا بطل راه لا ان شاء الله في لاصا قالت لك اليوم غادي يجي عمي يونس ما نمشيش للاصا ما ترينيش يا ماما والله العظيم الا من العشيه وهي قالت قالت لي جيب ميوز ما تمشيش لاصال يا بنت تعرضت لي تحت ايوا ما درتي والو ما عرضتي له بالتمار والحليب والبارح البارح تعرضت لنا بالتمار عاودي اليوم دابا البركه رانا كملنا القصيده البارح اسلام ديك القصيده نسيناها ما كملناهاش هذيك واحد القصيده من اصعب القصائد في العالم الله يكونك انت يا ربي سميتها صوت صفيري البلبلي صوت صفيري البلبلي هيج قلبي الثملي الماء والزهر معا مزاري لحظ مقلي وانت يا سيدلي وسيدي ومولاي كتجيب لي ديك الكاميرا تضحك الله يكون منك الله يكون منك الله يكون منك لا يسلحك يا ركب لا يسلحك وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي فكم فكم تيملي غزيل يا صاوي أنا غزيل عقيق عاودي منه ولا عاودي 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 بعدها تقرأها مو الكاميرا عليها تقرأها صاوي صوت صفيري بلبل هيج قلبي ثملي لا كنت لقى كل شيء ساكت شوف شوف هذه القصيدة أنا فيت سمعها وهي باش تحفظها صعيبة والله العظيم صعيبة صاحبي مستحيل والله لا مستحيل عرفتي من اصعب من اصعب القصائد قالوها لها الاساسي ديالها قال اصعب القصائد ولكن راه حافظه باش نتفرجوا بها ما يكونش حافظه والله ما يحفظها اللي سمعتها دارتها مع الحسن سيدي عندي بقيت تعجبت قلت لها منين جابت هذا الشيء يلا يسلم واللي شاف هذاك الفيديو كيعيط لي كيقول لي الله يخلي لك هذيك الله يخليها الله يجعلها الله الله يحفظهم يا خويا الله يخليك اليوم تاعك ما تقربلهاش بزاف وغادي تلقى الضحك كتشم ملفقه بالتليفون وعندو كان كان الدور كان عاد فيها دابا واش شفتي من الكاميرا ولا مني؟ لا الكاميرا كتجيب لي الضحك جيبو التليفون صور بالتليفون لا معليش لا ما تضحكوا انتوما ما تضحكش لا عادي 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 سادة جدك هكا من البعد هكا 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 مزيان يلا بسم الله لا تغير ضمي لكم منك لا ينجحك يا بنيتي صوت صفيري بلبل هيج قلبي الثملي الماء والزهر معا مزاري لحظ مقلي وانت يا سيدلي وسيدي ومولاي فكم فكم تيمل غزيل عقيقلي قطفته من وجنة من لثم الورد الخجلي فقال لا 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 وقد غدا مهرولي ولو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة وكمشية العرنجلي والناس ترجم جملي في السوق وسط القنقللي والكل كع 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 خلفي ومن حويللي لكن مشيت هاربا خشية العقاقلي إلى لقاء ملك معظم مبجلي يأمر لي بخلعة كالدمدمدملي الوالد ما فهم والو والله لا براسي انا ما فهمت والو لا انا قلت لك الحيمه فهمت غير حيمه الوالد فهمت غير حيمه الله يرحمك يا رب 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 يا
الا كاع حنا فهمنا غير الحمار حق الله العظيم ما فهمنا غير الحمار حنا مع ديك الابيات الثقافيه ديالها متقاربه والله العظيم اختي بتسوي لها عندك ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم التربيه التربيه الله يحفظهم من شر الحق الله يحفظهم من العينين الله يخليها لك كما بغيتي كما بغيتي انا خليك حتى وصلك كما بغيتي امين بق الدور ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم الله يحفظكم افتراض القصيده هذه صعيبه صعيبه بزاف صعيبه صعيبه نقولها ايوا الناس الفيديو الجاي غادي تقدم لكم شي صوره من القران عاود حتى الفيديو اخر غادي لكم شي صوره قرانيه حتى انا حتى انا كنت كنجود القران كنجيو الحاج ما شاء الله شحال هذه باش والله باش كنت كنقرا في المدرسه دائما في عيد العشر كان عندنا عيد العشر في ديك الوقت اللي عقلتي دابا دابا ما بقاوش داك الاحتفالات ما بقاوش الاحتفال ديال عيد العشر يعني في المدارس عيد العشر الثاني الله يرحمه عيد العشر الثاني كنديروا ديما الانشطه ديال عيد العشر انشطه كنت دائما تزيدون انا في عيد العشر خصني خصني نجودهم انت راه قريتي في البرومو ديال دابا انا وياك غنديروا تحدي اييه ها وي انت مازال صغير انت دابا انا وياك نكونوا في العمر قد قد ولا كتبان مازال انت فاز زيد اخويا 76 انا 85 انت كبير الفرق انا كبير انا مازال 76 انا شرفوني غير مشاكي 10 سنين لينا مازال صغير والله الا مازال هكا جديد شرفوني غير مشاكي لنا يلا قولي لنا تنتي شي قصيده قولي قولي اغنيه يلا شي اغنيه حافظه العربي العربيه يلا قول قم وردد كل يوم وانشد اللحن الجديد بالاماني سوف احيا سوف اصنع ما اريد لن اكل ولن امل سوف احلم من جديد لن اكل ولن امل سوف احلم من جديد هذه قصيده عليا عليا هذه عليا هذه جات على يونس عليا هذه قولي في خاطر يونس قولي في خاطر عمي يونس خاطر عمي يونس في خاطر عمي يونس لا تدعي من ذات والله يحفظكم والله العظيم إلا فوجنا معكم والله العظيم والله العظيم راه كيقول لك غير كلمة وخليك تشكر باش كنا جايين جا شوية قال لك جيت شوية مداير قال لك باش دخلت قال لك ارتاحيت والله إلا ارتاحيت والله قاسم ما عمرو قال لك والله ما يسبب قال لك غاهي لا ارتاحيت والله العظيم الوالد كي جاك العشاء اللي دارت لك ابتسام يا ولدي ما نقولكمش وليدات هادشي عمري ما كليتو انا والله القسم حاجة واخا انا كنت في الليله ماشي بحال ماشي بحال هادشي اللي بغى يعرف شنو تعشينا عند ابتسام يدخل عند دخل يشوف واش كاين اللي بغى يشوف هادشي راه واحد العشاء المخير يدخل لقناة ابتسام الله يعطيها الصحة ابتسام حافظ الله يعطيها الصحة الله يعطيك الصحة اختي ابتسام صحتكم ورحمة الله الله العادي الله يحفظك اخويا يونس خليك هاد ومرحبا بك وبالمتتبعين ديالك وإلا بغاو الطريقة ديال هاد العشيوة هادي إن شاء الله نعطيها لهم بالتفاصيل علاش لا ما صورتش التفاصيل غير هاد النادية هادي ونادية معاها المنادية والله إلا تبارك الله عندنا صرا متبعيني وكيشوفوا الشيوات اللي كنقولوا لا ابتسام يونس ابتسام قف عشدي طمرنا الريف تحية يودنا الريف مرة ماني مجان داخل المغرب او خارج المغرب ويجن تحية تم قرانتي كني وإمازي غنغ شكرا تشكر كني بزاف بزاف تكبار ليلة حدا سباق الدور وماثنا يونس مهم تكبار نس العائلة النغ تشكرك النيو بزاف بزاف تحيه لك كاملين انا قلت ربي يخليك ما سمعت قلتي لا لا حدا ما عرفت كاش قلتي اشكرت الضيافه امي حدا اللي كيكبروا بكم قلت لهم شكرا للضيافه كامل اللي كبروا امي حدا وباقي الدور صراحه واحد كبيره ما شاء الله والله يحفظهم كلهم ومرحبا بكم عندنا الله الله يعمرها سلعه هاد القبيله هادي والله الا دريافه الله يعمر لهم الدار الجوده والكرام والله لو الترحاب من القلب تبارك الله عليك اخويا حفيظ وسلطان مرحبا بالصحه والراحه تبارك الله على السي الواقع المعاش الله يحفظك السي يونس تحياتي لكم وشكرا للاخت ابتسام والاخ حفيظ الله يحفظكم والله يكبر بكم شكرا والله العظيم الا ارتاحينا بحال رحنا بدارنا الله يعمر بهم وشكرا لحسن الضيافه ديالهم وتا هما مرحبا بهم عندنا يعطيك انا الحاجه كبرتنا غنجي دابا اخويا حفيظ انا غادي نجي دابا بقى دير عين طوجطات وندخل ديريكت لا مرحبا بقى
ولكن حتى هي دير معايا تحدي في الطياب ديالي ديالي دوز على الواد الهرهوري ما تدوز على الواد السكوت يا ساكتور بياها عندها انا بزاف لا بزاف انا شنو الواد دابا لا لا ديما تضحكش ها لا هيا انت انا انت انا متفق معاك خرفان اخويا يونس موجود انا متفق خرفان موجود كوريا والله موجود خير موجود الخير خليه يبرد شويه الحال وغادي واخا ان شاء الله ايوا المهم انا الصراحه الحاجه اللي فرحتني بزاف هو يونس قال لك انا دخلت للدار ودخلت بحال اللي دخلت للدار قال لك واحد والله العادي انا صراحه ولفت مع الدراري ولاد امي حليمه وهذه انا كنشوف خوت انا كنشوف غير البنيات ديالك ما شاء الله كيفاش تعرضوا لي على برا وكيرخبوا يونس البارح كيقولوا عافاك يا عمي يونس عافاك يا عمي يونس رجع لنا ودا لهم مسكين الخاطر الله يحفظهم لك اختي وتشوفي على المراسلين ان شاء الله يلاه نقول للمشاهدين مع السلامه قوم سلامه يلاه صحافي يلاه بسلامه عليكم جدينا سي انس مع السلامه وليداتي مع السلامه سلامه رجاليه كامله